السلام عليكم، معكم ممدوح. الآن بشرح لكم الأولد إكزام حق الفاينل. فبسم الله خلنا نبدأ. في السؤال الأول يقول لي let x be a real number. Supplementary angles with measure هذا وهذا. تمام. Supplementary شنو معناتها؟ معناتها مجموع 180. تمام. معطيني الزاوية الأولى هذه، فالزاوية هذه زائد الزاوية هذه مجموعها 180. تمام. فيلا خلينا نجيب قيم x. نقول 3x ناقص 3 زائد x زائد 7 تساوي 180. ننقل 7 هناك وننقل 3 هناك، فراح تصير 3x زائد x بتصير 4x. تمام. x زائد هذه تساوي 7، ننقلها بالسالب، ف 180 ناقص 7 بعدين زائد 3 لأن هذه كانت بالسالب، ننقلها بالموجب بتصير 167. نقسم 4 على الطرفين، الإكس راح يكون قيمتها 44 دقري. فالآن عشان نجيب الزوايا راح ناخذ قيمة الإكس ونعوضها في المعادلة. تمام. فراح تصير 3 ضرب 44 ناقص 3 و 44 زائد 7. 3 ضرب 44 ناقص 3 يساوي لي 129. 44 زائد 7 يساوي لي 51. فالجواب هو الدي. السؤال الثاني يقول لي find the value of a rounded to two decimal places in the given right triangle. تمام. أعطاني هذا الضلع ويبيني أجيب قيمته. كيف أجيب قيمته؟ يمديني مثلا أخذ الساين حق هذه الزاوية وأجيب قيمته. ليه؟ لأن الساين هي وش على وش؟ الساين هي الأوبزيت على الهايباتنيوس، صح؟ فالأوبزيت هنا هو المطلوب. فيلا خلينا نحلها. راح نقدر نقول ان الساين حق هذه الزاوية اللي هو الساين 23 دقري يساوي الأوبزيت اللي هو الاي على الهايبوتينيوس اللي هو 15. ونبسط، خلينا نجيب ساين 23 من الحاسبة. راح نجيب ساين 23 دقيقة، خلينا نحولها راد دقري. الساين 23 هو 0.39. خلاص اوكي، 0.391. زين، هذا يساوي لي الاي على 15. والان بس راح اعزل الاي، فايش راح اسوي؟ راح اضرب 15 يمين ويسار، فقيمه الاي راح تساوي هذا ضرب 15 واللي بيساوي لي 5.86 اللي هو هذا. اعتذر على الشرح السريع لكن هذه افكار كلها متكرره علينا. هنا عندنا سؤال يقول لي if sine of theta تساوي عدد معين and the terminal side of theta lies in quadrant 4 find cosine of theta. تمام. بحلها أنا في طريقة أطوال المثلث، بما معناه هذا يمثل لي الأوبزيت، هذا يمثل لي الهايباتنيوس. تمام. فقيمة الأوبزيت راح نقول إنها وش؟ أوكي ويت لما أكتب. الأوبزيت راح نقول إنها تساوي 3، الهايباتنيوس راح تساوي 4. ما عليكم من السالب لأن قاعدين نحلها في طريقة أطوال المثلث وما في طول يعتبر سالب. الكوزاين هي وشو على وشو؟ الكوزاين هو الأدجيسنت على الهايباتنيوس. حنا معانا قيمة الهايباتنيوس بخمسة، ناقصنا الأدجيسنت، كيف نجيبه؟ نجيبه من قانون فيثاغورس. راح نقول إن 3 تربيع زائد الـ A تربيع تساوي يب الهايبوتينيوس، معليش هنا بخمسة مو أربعة، بخمسة تربيع. تمام. مع التبسيط راح يطلع لنا ان الاي بأربعة لي. انا اعرف هذا لانه مثلث مشهور هذا، لكن يمديكم مع التبسيط راح يوصل لكم ان قيمة الاي في موجب أربعة مو سالب أربعة، لان احنا نتعامل مع اطوال. تمام. فراح نقول ان الادجيسنت يساوي الأربعة، فكوزاين هي أربعة على خمسة. قال لي كوادرنت 4 كوزاين موجبة في كوادرنت 4، فالجواب يكون السي. طبعا في طريقة ثانية لحلها واللي هي بالايدنتيتيز، راح تقول ان ساين تربيع زائد كوزاين تربيع تساوي الواحد وتعزل الساين او تعزل الكوزاين، لكن ما افضل هذه الطريقة لان خطواتها اكثر وهذه الطريقة جدا اسرع بالنسبة لي. What is the measure in radians of a central angle theta؟ تمام. فطالب لي قيمة الثيتا، فالثيتا هي المطلوبة هنا. That intercepts an arc length of 5. فالارك اللي هو الاس طوله 5، وان السيركل وذ راديوس 2، فالار قيمته كذا. القانون شو يقول لي؟ اس ايكوالز ثيتا مضروبه في الار. الاس عندنا قيمتها بخمسة، الثيتا مجهوله،
ضرب ال R اللي هو جذر 2. نبي الثيتا راح نعزلها فقط، معليش خلينا نرجع ذا تحت. نبي الثيتا فراح نقسم جذر 2 على الطرفين، ذا بيطير مع ذا وجذر 2 بيصير هنا، فالثيتا قيمتها 5 على جذر 2. نروح نلاحظ ان حقنا مو موجود، فنجرب ننطق المقام. زين، ننطق المقام هنا، راح تصير 5 مضروبة في جذر 2 على 2 واللي هي السين. السؤال اللي بعده يقول لك one of the following functions is an odd function. يلا خلينا نجرب. A ال x هنا هي x أس واحد، دام الأس واحد إذن هي فردية فراح تكون odd ال x. تمام، الكوزين حنا نعرف أنها زوجية، دوم الكوزين even خلاص، فعندنا هنا odd ضرب even. ال odd ضرب ال even كأنك تقول سالب ضرب موجب. سالب ضرب الموجب إيش يعطيك؟ يعطيك سالب، صح؟ إذن هذه هي الدالة الأود. كيف استفدت معنا وجدت من أول وحدة وجبنا الأود function. هنا يقول لي one of the following is the graph of this function. تمام، كيف راح أعرف؟ أول شيء خلينا نشوف كم معطى معانا. نلاحظ أن عندنا معطى أن الامبليتود يساوي 3، فالامبليتود يساوي أوكي الامبليتود يساوي 3. لا يغركم السالب، دوم قانون الامبليتود نحطه في قيمة مطلقة، فالامبليتود يساوي 3. نلاحظ ان في سالب هنا، فالساين سالبة. تمام، ساين از نيجاتيف. نلاحظ نجيب قانون، نجيب البيريد هنا. البيريد وش قانونه؟ 2 باي على بي بالقيمة المطلقة، صح؟ بي هنا بواحد على 4، فقانونها راح تكون 2 باي على 1 على 4، فالأربعة بتطلع فوق ويصير 8 باي هي البيريد. زين، جبنا هذه المعطيات، يلا خلينا نشوف ايش الرسمة اللي تعطينا هذه المعطيات. أول رسمة الساين طلعت على فوق، إذا طلعت على فوق إذا هذه رسمة موجبة، فهذه مو معانا. زين، لنلاحظوا الساين طلعت على فوق. تمام، الرسمات الباقية كلها نازلة على تحت، نازلة على تحت، نازلة على تحت، إذا هذول سالبة. زين، هذه خلينا نشوف البيريد وش هي. البيريد ناخذ من هنا لهنا، نشوف إن البيريد هي 2 باي، صح؟ لأن من 2 باي لين الصفر هذه البيريد، ما تساوي ذا، إذا الرسمة ذي غلط. نشوف الرسمة ذي، البيريد من هنا لهنا، البيريد من سالب 2 لين 2 باي هو 4 باي، هل هذه الرسمة صح؟ غلط. طيب، نشوف هذا من هنا لين هنا البيريد، زين؟ نلاحظ أن البيريد هنا 8 باي، إذا الجواب صح، هذا هو. زين؟ كيف تعرف البيريد؟ تشوف من هنا مثلا، من أول قطعة، بعدين مو ثاني قطعة، لا، اللي بعدها. أوكي، شوي ممكن يكون ملخبط، لكن هذه هي. The domain of this function. تمام، كيف نجيب الدومين؟ أول شيء راح ناخذ اللي جوا القوس هذا ونكتبه كذا 2x ماينس 1. دومين الارك ساين وشو؟ دومين الارك ساين هو سالب 1 إلين 1، فنحطهم بين السالب 1 إلين الواحد وخلاص، نبدأ نعزل الاكس. زين، راح نضيف 1 في كل الأطراف عشان نطير هذا، فراح يصير من 0 إلين 2x إلين 2، بعدين نقسم 2 على كل الأطراف، فاثنين بتطير مع الاثنين، الصفر بيبقى نفس ما هو، الاثنين على اثنين بتصير الواحد، فالدومين حقها بيكون من صفر إلين واحد، اللي هو الجواب دي. تمام، هنا يقول لي if sec أعطاني قيمة السك، then the value of sine مدري وش كم. تمام، بحلها ثاني مرة بطريقة الأطوال عشان تعرفون أن طريقة الأطوال مرة سريعة وسهلة. تمام، السك هي هايبوتينيوس على adjacent. تمام، فالخمسة الهايب هو الخمسة، الأدجيسنت هو الثلاثة، ناقصني الأوبزيت. الأوبزيت كم؟ أوكي، من شفت هالأرقام المفروض أعرف إن هذا مثلث مشهور وأقول إنه 4، بس للاحتياط يمديك تسوي قانون فيثاغورس وراح تجيب الأوبزيت. تمام، الساين هو وش على وش؟ هو أوبزيت على هايبوتينيوس. تمام، طبعا الكل تربيع، زائد واحد. الأوبزيت عندي بكم؟ بأربعة، الهايبوتينيوس بخمسة. تمام، هذا كله تربيع زائد واحد. نوزع التربيع راح يصير 16 على 25 زائد الواحد، خلينا نوحد المقامات تصير 25 على 25، ولما نجمع 16 زائد 25 هي 41 على 25 واللي هو الجواب ذا. One of the following expression is equal للإكسبريشن اللي معطيني إياه.
دام شفنا هذا فلازم نبسط لين يطلع لي واحد من اللي هو حاطهم لي، تمام؟ أول شيء راح أبسط هذا الحال وأبسط الثاني الحال. شفت الشكل هذا وش يمدينا أتعامل معه؟ يمدينا أتعامل معه بقانون الكوزاين حق الجمع، صح ولا لا؟ وش قانون الكوزاين حق الجمع؟ راح نقول إن كوزاين الإكس مضروب في كوزاين الواي، إشارة موجبة راح أخليها سالب، ساين الواي أو عفوا ساين الإكس مضروب في ساين الواي، تمام؟ هذا الطرف الأول، بس خلنا ننزله تحت عشان المساحة. نلاحظ أن بينهم سالب، فراح أحط أقواس وأحط السالب هنا عشان ما أتقروش، ومعطيني كوزاين إكس ناقص واي وزي كذا. فكيف أفكها؟ يلا، راح تكون كوزاين إكس مضروب في كوزاين واي، سالب أحوله موجب، ساين إكس مضروب في ساين الواي، تمام؟ خلنا نأخذ هنا. راح أدخل السالب على هذا القوس، فراح تتغير الإشارات كاملة. دقيقة، أنا كسول جدا، فراح أسوي نسخ ذا، نكتبه تحت. كل اللي راح أسويه إني بس بعكس الإشارة وأقول سالب هنا وسالب هنا، تمام؟ ونفس الكلام، أوكي مو نفس الكلام، بس إني أبي أنسخه بعد ونزله تحت، تمام. أوكي، كيف يمديني أبسط زيادة؟ لو تلاحظون عندي هذا الحد وهذا الحد هم نفس بعض بس معكوسين بالإشارة. شنو معنى هذا الشيء؟ معناته إن يمديني أطيرهم مع بعض، صح ولا لا؟ لأنهم نفس الحد بس معكوسين في الإشارة. فيبقى لي الحد الثاني، سالب ساين إكس واي سالب ساين إكس واي، وهذول دمهم يعني نفس الإشارات ونفس الحدود، يمديني أجمعهم كحد واحد، صح؟ طيب، سالب الحد هذا زائد سالب الحد هذا بيكون سالب 2 ساين اكس واي، تمام؟ لأنهم نفس الحدود، فقط أنا جمعتهم مع بعض، هذا الباقي لي، واللي بيكون الجواب هذا. The possible values of x of the vector هذا، تمام؟ is a أوكي، خلنا نقرأ السؤال من جديد. يقول لك the possible values for x which the vector هذا is a unit vector. أوكي، لما يقول لي هالمعلومات وش هو؟ يبي قيمة x اللي بهذا الفيكتور، صح؟ بعدين قط لي معلومة مرة مهمة، قال لي ترى هذا الفيكتور هو يونت فيكتور. وش معنى هذا الكلام؟ إذا قال لك هو يونت فيكتور معناته الماجنتيود حق هذا الفيكتور يساوي واحد، تمام؟ هو أعطاني خطوة، أعطاني تلميحة كيف أحل فيها، تمام؟ قال الماجنتيود حق هذا الفيكتور ترى يساوي لي واحد، هذا شرط يونت فيكتور يا أبوي. حلوين؟ يلا، كيف نجيب الماجنتيود حق هذا الفيكتور؟ شرط الماجنتيود هو جذر A تربيع زائد B تربيع، تمام؟ خلنا نحط هذا في هذا الشرط. فجذر ال X تربيع زائد 1 على 2 تربيع، وحنا قلنا إنه يونت فيكتور فلازم يساوي الواحد، تمام؟ فيلا خلنا نبسط المسألة، بس خلنا ناخذها على جنب شويتين. يلا، أول شيء خلنا نبسط داخل الجذر. ال X تربيع بتنزل لي X تربيع زائد، إذا زادت التربيع راح يصير 1 على 4، تبسيط بسيط بس، هذا كله داخل الجذر يساوي الواحد، تمام؟ شنو بسوي خطوة ثانية؟ بطير الجذر. كيف أطير الجذر؟ باختصار راح أربع الطرفين، لأن بتربيع الطرفين يمديني أطير الجذر، صح ولا لا؟ اللي بعده x تربيع زائد 1 على 4 تساوي الواحد. يلا ببسط زيادة، فراح أنقل الربع للجهة الثانية، فراح أقول إن x تربيع تساوي لي الواحد، راح أخليها 4 على 4 عشان توحيد المقامات، ناقص 1 على 4، فالإكس تربيع تساوي 3 على 4 إذا طرحت. طيب أنا ما أبي إكس تربيع، أنا أبي إكس بس، فش راح وش راح أسوي؟ راح أخذ الجذر للطرفين في موجب أو سالب، تمام؟ فالإكس راح تساوي لي جذر الثلاثة على جذر الأربعة هو الاثنين، فهذا هو جواب الإكس اللي هو ذا، تمام؟ يقول لك the vectors هذا وهذا are وشو من الباقي، تمام؟ هنا يقول لي are orthogonal are equal verify هذا or are parallel، تمام. أول شيء الorthogonal وش يعني؟ الorthogonal إن البرودكت حقهم يساوي صفر. خلينا نجيب البرودكت حقهم، هل هو يساوي صفر ولا لا؟ البرودكت هو AD معليش AD ناقص BC. ال AD وشو هنا؟ اللي هو 4 ضرب السالب 2 فبتصير سالب 8، معليش جمع، زائد سالب 1 ضرب هذا، واللي بيساوي لي 1 minute
معليش. المهم ان سالب 1/8، واتوقع خلاص واضح لنا ان هذا ما يساوي صفر، صح؟ لان لو طرحته ما راح يساوي صفر، فنسحب على هذا الخيار. تمام، فبجرب الخيار الثاني اللي هو اسهل لي، اللي هو ار بارلل. تمام، كيف نعرف اذا هذا بارلل ولا لا؟ في حركة اسمها القريبين البعيدين. وش الكلمة ذي يا ممدوح؟ القريبين البعيدين راح تاخذ القريبين هذول، هذا نضربه بهذا، تمام، لانهم قريبين من بعض، ثاني بنضربهم مع بعض. والبعيدين اللي هم هذا، فنضربه بالبعيد هذا. اذا ناتج ضربهم هذول كان متساوي لبعض، اذا هذول بارلل. حلوين حلوين. سالب 1/2 ضرب سالب 2، 2 بتطير مع 2، سالب 1 ضرب سالب 1 بيساوي موجب 1، فهذول ضربهم موجب 1. خلاص، 4 ضرب 1/4 هذا بيطير مع هذا فبيساوي لي 1. الناتج هذا نفس الناتج هذا، اذا هذول بارلل. find the values of x that هذه المعادله تصير صحيحه. تمام، اول شيء خلينا نجيب الاي. الاي وش هي؟ اللي هي ذي، صح؟ فابيك تاخذها بس زي كذا نفس ما هي، انقلها فوق. معليش، 1 minute. تمام، قال لي الاي زي ما هي، ما خلى عليها تغيير. زائد 2b. تمام، زائد 2b معناته اني راح اضرب 2 في كل العناصر اللي هنا، تمام، لان سكالر مولتبليكيشن، فبس راح اضرب 2 في كل العناصر اللي هنا، فراح اقول ان هذا المصفوفة زائد 2 مضروبة في الاكس بتصير 2x، 2 مضروبة في السالب 3 بتصير سالب 6، 2 مضروبة في السالب 2 بتصير سالب 4، 2 مضروبة في الواحد بتصير 2. تمام، وقالك ترى ان هذا equals c، بس خلينا نخلي c شويتين ونجمعها نبسطها يعني على شكل واحد. تمام، 2 ناقص اكس زائد 2x. تمام، فنسوي مصفوفة جديدة كبيرة مرة كذا، ونقول 2 ناقص اكس زائد 2x. دوم امشوا في الخطوات هذه عشان ما تنسون شيء وتتلخبطون. 4 زائد سالب 6، 4 زائد سالب 6، 3 زائد سالب 4، 3x زائد 2. تمام، نبسط، يلا خلينا نبسطها هنا. 2 ناقص اكس زائد 2x، راح نجمع الاكسات مع بعض فراح تصير 2 زائد اكس. تمام، سالب اكس و2x راح تصير موجب اكس وحده. 4 زائد سالب 6 بتكون بسالب 2، 3 زائد سالب 4 بتكون بسالب 1، 3x زائد 2 بتبقى 3x زائد 2. تمام، خلينا نمسح الحوسه حقتنا بس، ويت، معليش. اوكي، فناتج دقيقة، هذا ناخذه فوق، انا سحبت شيء غلط معي، يبدا. اوكي، معليش معليش الحوسه. المهم ان ناتج مجموع هذول هو ذا. تمام، وقال انه يساوي السي. السي وش كانت؟ 1 سالب 1 سالب 2 سالب 1. يلا خلينا نجيب قيم الاكس. اول شيء الاكس هنا تساوي هذا، فراح نقول 2 زائد اكس تساوي الواحد. ننقل 2 للجهة الثانية، اكس راح تساوي السالب 1. تمام، 3x نسويها مع هذا، ف3x زائد 2 تساوي السالب 1. ننقل 2 هناك، ف3x تساوي السالب 3. نقسم 3 يمين يسار، فالاكس راح تساوي السالب 1. تمام، معليش على اللخبطة، لكن دوم في المصفوفات امشوا حبة حبة، ترى هي سهلة بس يعني طويلة خطواتها شويتين، ممكن تتلخبط بشيء بسيط، عشان كذا قلت امشوا حبة حبة، لا تقمزون كم خطوة. أعطاني مصفوفة A ومصفوفة B، بعدين قالك the order of the matrix A ضرب B is. تمام، خلنا نتذكر شرط الضرب. شرط الضرب وش هو؟ إن مصفوفة A ترتيبها وش هو؟ 3 ضرب 3، صح؟ مصفوفة B وش ترتيبها؟ 3 ضرب 2، صح؟ 3 صفوف ضرب عمودين. المهم، شرط الضرب ان هذا يساوي هذا، وهذا صحيح، اذا هذه مصفوفة تقبل الضرب. طيب، المصفوفة الجديدة اللي هي AB مضروبها، ترتيبها راح يكون البعيد مع البعيد، فترتيبها راح يكون 3 ضرب 2. تمام، هذا هو شرط الضرب.
يقول لي let a be a real number، أعطاني مصفوفة a مصفوفة b، then قال لي مضروبهم وش يساوي. تمام، أول شيء نشوف هل هم يتحقق يعني يمشون من شرط الضرب. هذه ترتيبها 2 ضرب الاثنين، وهذه ترتيبها 2 ضرب الاثنين، يمشون من شرط الضرب. ترتيب المصفوفة الجديدة راح يكون 2 2. تمام، فراح يكون عندنا مصفوفة جديدة a b ترتيبها راح يكون 2 2. تمام، هذه الترتيب الجديد. يلا خلينا نجيب القيم حقاتها. طبعا اذا تبون شرح مفصل لضرب المصفوفات في قناة الماث في التليجرام موجودة في رابط الوصف، شرحت شرح مفصل، واذا ما لقيته كلمني على الخاص وبرسله لك. تمام، يلا خلينا نجيب الاليمنت هذول. هذا الاليمنت اسمه a 11 ترتيبه زين، هذا الاليمنت اسمه a 21. خلاص خلينا نجيب اول عمود. يلا الاليمنت a 11 كيف نجيبه؟ راح ناخذ الصف الأول، يا ساتر يا الخط، المهم راح ناخذ الصف الأول ونضربه في العمود الأول. تمام، الصف الأول نضربه في العمود الأول، خلاص واحد واحد. يلا خلينا نضرب، اثنين ضرب الواحد، اثنين ضرب الواحد يساوي لي الاثنين. طيب زائد A ضرب الA راح تسوي لي A تربيع. تمام، خلينا نحط هذه هنا. اوكي خلينا نكمل. A 2 1 وش راح تكون؟ A 2 1 هي الصف الثاني مضروب في العمود الأول. الصف الثاني وش هو؟ هو هذا مضروب في العمود الأول. فالصفر مضروبة في الواحد صفر، زائد 1 ضرب الـ A اللي هو A، فراح يكون الجواب حقه A. تمام، فـ A 11 جبنا قيمته باثنين زائد A تربيع، A 21 جبنا قيمته بأنه A. طبعا خلاص يمديني أعرف دام جبت أول قيمتين أن هذا هو الجواب الصح، لكن راح أمشي على الباقي عشان تعرفون ضرب المصفوفات باختصار وما يكون يلحسكم. باقي لي A 12 و A 22. تمام، A 12 كيف؟ الصف الأول مضروب في العمود الثاني، فهذا مضروب في هذا، اثنين ضرب سالب اثنين سالب أربعة، أي طبعا زائد دون بينهم، أي ضرب الثلاثة في ثلاثة أي، فقيمة A12 هو سالب أربعة زائد ثلاثة أي، نحطها هنا سالب أربعة زائد ثلاثة أي. تمام، A22 الصف الثاني في العمود الثاني، صفر ضرب السالب اثنين بالصفر، زائد الواحد ضرب الثلاثة في الثلاثة، فـ A22 يساوي لي ثلاثة، واللي هو بحطه هنا، ووضح لي أن هذا هو الجواب. أتمنى أني ما لخبطتكم. The possible values of X and Y such that the matrix A is symmetric. تمام، وش شرط السيمتريك؟ بكل اختصار بعلمكم عن شيئين. شرط السيمتريك هو أن A transpose يساوي لي A. شنو معنى هذا الكلام؟ A transpose يساوي لي A معناته أن أول شيء نحدد المين دياغونال اللي هو هذا، بعد ما حددنا نشوف هل هذا يساوي لي هذا، وهل هذا يساوي لي هذا، وهل هذا يساوي لي هذا. تمام، نبعد المين دياغونال ونشوف الأشياء الباقية، إذا طلعوا متساويين مع بعض إذا هذا يعتبر سيمتريك. تمام، هنا قال لي وجد لي القيم اللي تخليها سيمتريك. تمام، قال لي وجد القيم، فراح أسوي هذه في هذه، فراح نقول y ناقص 1 تساوي 3، ننقل الواحد هناك فراح تصير y تساوي 4، ولو نعوض 4 ناقص 1 تصير 3 هنا، فيطلع صح نفس الأرقام. هذه فكرة السؤال البسيط. تمام، فقلنا أن y قيمتها 4. طيب x تربيع، هذه راح نقول أن x تربيع تساوي الاثنين ذي، ناخذ الجذر للطرفين في موجب وسالب، فx راح تساوي موجب وسالب جذر الاثنين. تمام، وهنا سالب واحد سالب واحد، فما يحتاج نجيب شيء. عرفنا ان قيمة الواي بأربعة واللي موجود في أقرب الخيارات، واكس بموجب وسالب جذر الاثنين واللي هو الخيار هذا. The minor M12 of the element 1,2. تمام، كيف نجيب الماينر؟ قال لي the minor of 1,2 اللي هو الصف الأول العمود الثاني، يبي الماينر حق هذا. في الماينر اني راح احذف الصف حقه، عفوا العمود حقه والصف حقه. تمام، ونجيب الديتيرمنت حق الباقي، اثنين ضرب الاثنين بالاربعة
ناقص 4 ضرب الواحد بالأربعة واللي يساوي لي الصفر. فالإم حق 1 2 يساوي صفر اللي هو هذا. The cofactor C32 of the element A32 in the matrix هذه. تمام، خلينا نجيب الكوفاكتور حقها. كيف نجيب الكوفاكتور؟ أول شيء لازم نجيب الماينر، لازم. تمام، الماينر حق C32 اللي هو هذا، بني راح أشيل العمود حقه والصف حقه وأجيب الديتيرمنت حق الباقي. 3 ضرب 2 بتكون بالستة، ناقص 1 ضرب 0 بالصفر، في الماينر يساوي لي موجب 6. نلاحظ شيء ثاني، مجموع الاي والجي هنا يساوي لي 5، صح؟ احنا نذكر قانون يقول لك اذا اي بلس جي يساوي اود، اذا سي تساوي سالب ام. اذا اي بلس جي تساوي ايفن، اذا سي تساوي ام. هنا اي بلس جي تساوي اود نمبر، صح؟ فالسي، اوكي معليش، السي راح تساوي سالب ام. الام عندنا بموجب 6 فراح تكون بسالب 6 اللي هو هذا الجواب. عندي هذا السؤال يقول لي find the values of x that verifies. اوكي ابيكم تلاحظون شيء، شنو الفرق بين هذا الشكل وهذا الشكل؟ لو تشوفون هنا في طعجه وما ادري شلون جاي وهذا جاي سيده. اذا شفت انه في طعجه معناته يقول لك ترى هذه مصفوفه، تمام، يقول ترى دي مصفوفه سيده. لكن اذا شفت الخط جاي سيده زي كذا يقول لك ترى هذه determinant، معناته هنا ما كان قاعد يقول لي هذه مصفوفة تساوي مصفوفة معينة، لا، راح قاعد يقول لي هذه determinant تساوي determinant معين. تمام، إذا شفتوا إن سيدة اعرفوا إن إذا شفتوا سيدة على طول جيبوا determinant حقه. شفتوا determinant determinant خلاص. فيلا خلينا نجيب determinant حقاتهم اثنيتهم. determinant حقت هذه ضرب هذه راح تكون ذا ضرب ذا، فاثنين إكس تربيع ناقص واحد مضروب في الصفر في صفر، فما يحتاج اكتبه من الاساس. تمام، يساوي لي نجيب الديتيرمنت حقت هذه، فراح تكون 1 ضرب 6 بستة، ناقص ونفتح قوس اكس مضروب في هذا، هذا يعني كنا مكتوب بشكل اكس مضروب في 1 ناقص اكس زي كذا، لان في توزيع، فنوزع ذا هنا فراح تصير اكس ناقص اكس تربيع. تمام، عشان نبسط الشكل راح أوزع السالب داخل، فراح تصير 6 ناقص إكس زائد إكس تربيع. زين، هذا كله يساوي 2 إكس تربيع. راح أنقل هذه هناك عشان أقدر أسوي فاكتورينج، فراح تصير عندي سالب 2 إكس تربيع زائد إكس تربيع ناقص إكس زائد 6. تمام، هذا كله يساوي 0. يلا خلنا نسوي فاكتورينج طبيعي. سالب 2 إكس تربيع زائد إكس تربيع بيصير سالب إكس تربيع. سالب إكس زائد 6 كله يساوي 0. عشان اقدر اسوي فاكتورينج راح اسحب سالب منهم كلهم. تمام، ارجع واكرر، اذا انتم ضعيفين شويتين بالفاكتورينج يمديكم تسوون القانون العام، لكن انا ما افضله صراحه. وقد نزلت مقطع مخصص كذا ب 13 دقيقه عن الفاكتورينج، بحط رابطه في الوصف ان شاء الله اذا ما نسيت. تمام، راح اسحب سالب منهم كلهم لان ما يمدينا اسوي فاكتورينج اذا كان هذا سالب. تمام، فراح يصير اكس تربيع هنا زائد اكس سالب 6. تمام، هذا كله يساوي 0. طيب في حركة اقدر اطير فيها السالب، منو يعرفها كيف؟ بكل اختصار راح اقسم سالب 1 هنا وهنا، فالسالب بيطير مع الصفر بيطير، فيبقى لي 0 يساوي اكس تربيع زائد اكس سالب 6. هذه من الحركات اللي مرة احب الفاكتورينج. تمام، فنبي الان قيمتين تعطيني مضروبها يعطيني سالب 6 ومجموعها يعطيني 1، اللي هم اكس موجب 3 اكس سالب 2. فنسويهم بالصفر، فالاكس هنا راح تسوي لي سالب 3، الاكس راح تسوي لي 2 اللي هم هذول. let x be two real numbers the determinant of this. اوكي لا تخافوا من شكلها، عادي طبيعي. تمام، وجد لي الديتيرمنت حقت هذه، ما في مشكله نجيب الديتيرمنت. باختصار راح اضرب هذول في بعض، جذر 2 مضروب في جذر 2 راح يصير 2. تمام، ساين اكس بكوزاين الواي راح تصير ساين اكس مضروب في كوزاين واي، ناقص دام في سالب هنا على طول قم افتح قوس عشان ما تقروش بالاشارات، سالب ساين مضروب في 2 كوزاين راح يصير معليش سالب 2 كوزاين ضرب ساين. حلوين الى الان، احنا يعني واصلين. طبعا هنا كوزاين اكس ساين واي، خلينا نوزع السالب داخل. تمام،
فراح يصير 2 ساين x مضروب في كوزين y موجب 2 كوزين x مضروب في ساين الواي. تمام؟ هل يمديني أبسط زيادة؟ يب يمديني أسحب الاثنين كعامل مشترك، تمام؟ ويصير الباقي ذا كله داخل، فيصير ساين x مضروب في كوزين الواي زائد كوزين x ضرب ساين الواي. تمام؟ اللي داخل هذا وش يذكرني فيه؟ هذا قانون الساين للجمع، فيمديني أغير شكله إلى هذا الشكل اللي هو ساين، معليش، ساين x زائد y مضروب في الاثنين من برا، تمام؟ فالجواب يكون b. في خطوة هنا لازم تسوونها دوم، إذا شفتوا اثنين هنا واثنين هنا لازم تسحبونها برا، لأن ما يمديكم تحولونها في قانون الساين على طول، فلازم تسحبون الساين برا بعدين تحولون المعادلة. تمام، نجي عند الجزء المقالي. يقول لي هنا if two angles add up to 90 they are called which. طبعا ابيكم تركزون، حاولوا تمرون على سلايدات، تمرون على التعريف الاشياء زي هذه، لان زي ما تشوفون هنا فيه السؤال يعني يعتبر اكمال فراغ او تعريف، هو مفاهيم طبعا اذا فهمتوا دروس تعتبر خلاص كافي انكم راح تجاوبون، بس مر احتياط. يقول لك if two positive angles add up to 90 they are called which. نتذكر يعني زاويتين مجموعهم 90 نسميهم complementary angles. تمام، اذا زاويتين مجموعهم 90 اذا هذول complementary angles. هنا any triangle whose sides a و b و c satisfy this equation is a what. هذا قانون فيثاغورس، ونتذكر اي مثلث يمر بعد بقانون فيثاغورس ويكون صحيح نسميه right triangle. تمام، مثلث قائم. In the terminal side of an angle theta intersects the unit circle at the point this and this, then the value of cosec what. تمام، دام قال لي unit circle فأنا راح أعرف إن الـ x هي الكوزين وإن الـ y هي السين. تمام، هو قال لي بالكوسك. طيب الكوسك هي واحد على سين، صح؟ وهي هنا عندي السين بواحد على اثنين، فراح أقول إنها واحد على واحد على اثنين. نودي بسط شو اسمه مقام المقام بسط، فراح يكون الجواب اثنين. تمام، في اليونت سيركل الواي هي الساين. The period of this function is what. قانون البيريد هو b equals 2 pi على القيمة المطلقة لb. تمام، ف 2 pi على pi اللي هو ذا الb. تمام، الباي بيطير مع الباي فيبقى لي 2. The graph of the function f of x equals cosine of x is symmetric with respect to what. تمام، احنا نعرف ان الكوزين هي even، صح؟ طيب شرط من شروط الايفن انه يكون عندها symmetry with respect للy axis. هذا شيء ينعرف وينحفظ. اذا كانت الدالة even اذا هي عندها symmetry مع الy axis. بس متى تكون الدالة even؟ إذا كان عندها symmetry مع الواي axis. وحنا نعرف رسمة الساين تجينا كيف، كذا مدري شلون تقطع هذا، والمهم إن الجزء اليسار يساوي للجزء اليمين، إذا هذه عندها symmetry with respect للواي axis. Two vectors are equal if they have the same width and the same width. حنا نعرف إن الvectors المتجهين متى يكونون متساويين؟ إذا كان عندهم نفس magnitude. تمام؟ هذا بتعريفها، إذا كان عندهم نفس الماجنتيود وكان عندهم نفس الدايركشن. تمام؟ فإذا كان عندهم نفس الماجنتيود وكان عندهم نفس الاتجاه راح نقول إن two vectors are equal. هنا the two vectors y and v are orthogonal if and only if what. تمام، يكونون orthogonal متى؟ إذا كان الدوت برودكت حقهم يساوي صفر. فإذا u dot v تساوي صفر، فالفكتورز يكون orthogonal if and only if the dot product حقهم equals zero. تمام، سؤال ثمانية ما هو معانا فاحذفوه، وسؤال عشرة نفس الكلام ما هو معانا فاحذفوه. A symmetric matrix B is a square matrix that verifies what. تمام، أنا قلت مساء شرط السيمتريك ماتريكس وشو؟ شرط السيمتريك ماتريكس ان ال A ترانسبوز يساوي ال A. هذا شرط السيمتريك ماتريكس. يقول لك verify this identity. تمام،
كيف نخلي هذه تساوي هذه. يلا خلنا نبدأ. أول شيء نلاحظ أن في قوس، فراح أوزع الساين داخل القوس، تمام؟ فراح تصير ساين تربيع مضروبة في السك تربيع زائد ساين تربيع مضروبة في الكوسك تربيع، تمام؟ طبعا انتم لما تحلونها اكتبوا الاكس عشان الخطوات، بس انا قاعد احلها بشكل اسرع. السك تربيع راح اغير شكلها الى وش؟ الى واحد على كوزاين تربيع، تمام؟ زائد الساين تربيع، هنا الكوسك راح احول شكلها الى واحد على ساين تربيع، تمام؟ هنا وش صار لي؟ الساين هذه بتطير مع هذه، صح ولا لا؟ فيبقى لي بالطرف هذا واحد، زائد ساين تربيع ضرب الكوزاين راح اضربهم في بعض، فراح تصير ساين تربيع على كوزاين تربيع. الساين تربيع على كوزاين تربيع هي وشو؟ هي التان تربيع، صح ولا لا؟ لان الساين على الكوزاين هو التان. حلوين. هنا يقول لي تان تربيع زائد واحد تساوي وشو؟ تساوي طبعا السك اللي فوق هذه. وحنا نعرف ان في ايدنتيتي اوريدي، في ايدنتيتي اللي هي تان تربيع زائد واحد، يمدينا نشيلها كلها ونحط بدالها سيك تربيع، فخلاص احنا وصلنا لنهاية الحل. فهذا يمدينا نشيله كله ونحط بداله سيك تربيع، تمام؟ ونكون كذا انهينا الحل. solve the following equation over the interval 0 to 2 pi، تمام. اول شيء بس خلنا نبسط المعادلة ونخلي الكوزاين في طرف، تمام؟ فراح نقول 2 كوزاين of x، وننقل الواحد للجهة الثانية فراح تصير تساوي سالب واحد، بعدين نقسم اثنين على الطرفين فراح تصير كوزاين اوف اكس تساوي سالب واحد على اثنين، تمام؟ الآن نبي الزوايا اللي من زيرو إلين تو باي تعطيني هذه القيمة، تمام؟ فخلنا نرسم هذا شويتين هنا عشان أشرح لكم، تمام؟ الكوزاين تكون سالبة وين ووين؟ الكوزاين سالبة في الربع الثاني وسالبة في الربع الثالث، تمام؟ ففي زاويتين في هذه المنطقة يعطوني هذول القيمة، كيف أعرفهم؟ أول شيء لازم نجيب الريفرنس أنجل، يب، تمام؟ كيف نجيب الريفرنس أنجل؟ تمسك الحاسبة تضغط شيفت كوزاين، تمام؟ أو الحين بنجيب الألفا، زين؟ تضغط شيفت كوزاين وتكتب سالب واحد على اثنين، أو تكتب واحد على اثنين كشكل عام، تدري؟ حط واحد على اثنين موجبة. بيطلع لك 60، اللي هو 60 ديجري. اللي موجودة هنا، خلاص 60 ديجري. خلنا نحل على باي، 60 ديجري إذا ما خبطني هي باي على 3، تمام؟ فحنا عندنا هنا الألفا، الألفا اللي هي الزاوية بين الصفر والتسعين، زين؟ نبي الآن الزاويتين اللي موجودات هنا كيف نحلها؟ نعرف حنا قانون الكوادرنت الثاني عشان نجيب الزاوية هذه، راح نقول إن بالكوادرنت الثاني القانون هو باي اللي هو 180 ناقص الألفا. فباي ناقص الالفا راح يعطيني الزاويه اللي موجوده في هذه المنطقه. الالفا احنا قلنا انها وش؟ هي باي على 3، صح ولا لا؟ هذه هي الالفا، زين؟ فيلا خلينا نطرح نوحد هذه، فراح تصير 3 باي على 3، توحيد مقامات بس عشان نطرح، فراح تصير 2 باي اوفر 3. هذه الزاويه الاولى اللي هي حقت الكوادرنت 2. باقي لي الزاويه حقت الكوادرنت 3، كيف اجيبها؟ يلا خلينا نقول هنا كوادرنت 3، وش شرطه؟ شرطه الالفا زائد الباي، تمام؟ الباي عندي ينزل نفس ما هو، الالفا هي باي على 3 زائد الباي، نغير شكل الباي الى 3 باي على 3 علشان نقدر نجمع، فمجموعهم راح يكون 4 باي على 3، تمام؟ فالحل وش راح يكون؟ الحل راح يكون 2 باي على 3 و 4 باي على 3، تمام؟ عندنا اكسرسايز 2 يقول لي let a and b P2 real numbers، تمام؟ The position vector of أعطاني نقطة أولى وأعطاني نقطة ثانية ويقول أنها تساوي لي هذا الفكتور فأوجد لي قيمة A و B، تمام؟ علشان نحل هذه المسائل لازم نعرف قانون البوزيشن فيكتور. وش هو قانون البوزيشن فيكتور؟ هو X2 ناقص X1 و Y2 ناقص Y1، هذا كله يساوي لي الفكتور 1 و2، تمام؟ فخلنا نعوض ونشوف. عندي x2 كم تساوي؟ x2 تساوي الواحد ناقص، نفتح قوس، x الواحد هي a تربيع سالب 3، تمام؟ هذا هي كله a تربيع، لازم تفرقونها بالفاصلات، زين؟ فاصلة، y2 هي 3b زائد 1، حط ناقص حط قوس،
يعني دوم احتياط حط القوس، والواي واحد هي الواحد هذا هنا، تمام؟ خلينا نبسط، ندخل السالب هنا، فالموجب واحد راح يطير مع السالب السالب واحد اللي هنا، فنبسط على هذا الشكل. ندخل السالب هنا فراح يصير سالب a تربيع بلس 3a، تمام؟ هذه النقطة. الآن هذا كله يساوي الفكتور واحد واثنين، زين؟ فالآن راح نساوي هذا بهذا عشان نقدر نجيب قيمة الـ A، راح نساوي هذا بهذا عشان نقدر نجيب قيمة الـ B، تمام؟ فخلنا خلني نجيب قيمة الـ A في هذه المنطقة، زين؟ راح نقول إن واحد ناقص A تربيع زائد 3A يساوي لي الواحد اللي هو حاطه لي، تمام؟ وخلنا نبسط. ناخذ الواحد ننقله للجهة الثانية، فراح تصير سالب A تربيع زائد 3A، الواحد ناقص الواحد راح تصير بالصفر، تمام؟ عشان أبسط راح أسحب لا إله إلا الله، راح أسحب الـ A كعامل مشترك، تمام؟ وأدخل الباقي. إذا دخلت الباقي راح تصير هنا سالب A زائد 3، تمام، يساوي الصفر. فإذا جينا نبسط الـ A إما أنها راح تساوي الصفر، أو سالب A زائد 3 يساوي الصفر، وإذا جينا بسطنا نقلنا الثلاثة راح تصير سالب A تساوي سالب 3 ونقسم سالب 3، فقيمة A إما أنها تكون صفر أو 3، تمام؟ خلينا نحطها على جنب. A equals 0 or A equals 3. خلينا نجيب قيمة الـ B. الـ B راح تكون 3B تساوي الاثنين، مرة أبسط، تمام؟ فنقسم الثلاثة يمين ويسار، البي راح تساوي 2 على 3، تمام؟ فهذه قيمهم. السؤال اللي بعده يقول لك find the vector u، خلينا نكبر الخط بس، تمام؟ find the vector u that has a magnitude of 3 and the directional angle of pi over 3، تمام؟ مش القانون؟ القانون يقول لي فيكتور ماجنتود اليو مضروب في كوزين الثيتا، وماجنتود اليو مضروب في ساين الثيتا. هذا القانون حق إيجاد الفيكتور إذا أعطاني الماجنتود والزاوية، تمام؟ الماجنتود عندي بثلاثة، كوزين الثيتا هي باي على ثلاثة، والماجنتود هنا ثلاثة، ساين الباي على ثلاثة. هنحطها في الحاسبة، ثلاثة كوزين باي على ثلاثة تساوي ثلاثة على اثنين، ثلاثة ساين باي على ثلاثة تعطيني ثلاثة، اوكي ويت، ثلاثة جذر الثلاثة على اثنين، تمام؟ السؤال هنا يقول لي find the magnitude and the directional angle for this vector، تمام؟ قانون الماجنتيود حق فيكتور في هذا ولا يو؟ اوكي ما يفرق. المهم قانون الماجنتيود هو a تربيع زائد b تربيع، تمام؟ فيساوي لي السالب 3 تربيع زائد الجذر 3 تربيع، هذا كله السالب 3 تربيع يعطيني 9 زائد 3 عشان جذر 3 يطير مع التربيع، هذا يساوي جذر ال 12، جذر ال 12 يمديني افكه الى 2 جذر الثلاثة، فهذاني جبت الماجنتيود، تمام؟ الدايركشنال انجل كيف اجيبها؟ القانون يقول لي وش؟ الفا تساوي تان انفرس على القيمة المطلقة لـ B على A، هذا القانون. فتان اوف انفرس على B اللي هي جذر الثلاثة على الثلاثة، تمام؟ خلينا نشيل القيمة المطلقة ونحطها بقواس ونحطها بالحاسبة نشوف شو تطلع لنا. تان جذر ثلاثة على ثلاثة تعطيني باي على ستة، هذه قيمة الألفا لكن احنا نبي الزاوية. الآن نروح نركز ونشوف هنا الإشارات، الإشارة هنا سالبة والإشارة هنا موجبة. هذه بي ربع، لو نروح نشوف الربع الأول موجب موجب، تمام؟ الربع الثاني تكون سالب موجب، الربع الثالث تكون سالب سالب، الربع الرابع تكون موجب سالب،
فحنا في الربع الثاني، تمام؟ فنستخدم قانون الربع الثاني. قانون الربع الثاني وش يقول لي؟ يقول لي ثيتا equals باي ناقص الألفا، فثيتا equals باي ناقص باي على 6، نوحد المقامات فتصير 6 باي على 6، ف6 باي ناقص باي تساوي لي 5 باي على 6. هذا هو الجواب. Find the values of x، الفكتور هذا والفكتور هذا اللي تخليهم orthogonal. orthogonal وش معناتها؟ يعني البرودكت حقهم يساوي 0، تمام؟ فخلنا نجيب البرودكت. يلا، البرودكت هو AD ناقص B C زائد BC يساوي صفر، تمام؟ AD هي سالب 2 ضرب سالب 1، سالب 2 ضرب سالب 1 بتعطيني موجب 2، زائد BC هي X ضرب الواحد فتعطيني الX، هذا كله يساوي صفر، فننقل الاثنين للجهة الثانية، فالX راح تساوي سالب 2. بس هذه مسألة بسيطة يا رب يكثروا منها. يقولي consider the matrix A، يقولي يجيب لي A transpose ناقص 2A، تمام؟ A transpose هي وشو؟ راح أسوي مصفوفة جديدة هنا، تمام؟ راح أسميها A transpose. A transpose وشو؟ نحدد المين diagonal في الدالة الأصلية، والقيم اللي كانت هنا راح أوديها هنا، تمام؟ فبس بعكس. فالمين diagonal يبقى ثابت نفس ما هو، 2 1 0. الواحد كانت هنا فراح أخليها هنا، الواحد هذه كانت هنا فراح أخليها هنا، الصفر كانت هنا فبخليها هنا، بس بعكس بودي هذول أماكنهم، فتصير سالب 1 هنا، سالب 1 هنا، صفر هنا، بس عكسنا. ناقص 2a، تمام؟ خلينا نشوف. ناقص 2a، 2a وش هي؟ فقط راح أوزع ضرب 2 للكل، ف 2 ضرب 2 بتصير 4، 2 ضرب السالب 1 بسالب 2، 2 ضرب السالب 1 بسالب 2، 2 ضرب الواحد ب 2، 2 ضرب الواحد ب 2، 2 ضرب الصفر بصفر بصفر، تمام؟ و 2 ضرب الواحد ب 2، تمام؟ ركزوا ان هذه A عادية وهذه A transpose، تمام؟ يفرق. يلا الآن نطرح ونجيب المصفوفة الجديدة، تمام؟ 2 ناقص 4 نحطها هنا، هذه 2 ناقص 4، زين؟ يلا اللي تحت، واحد سالب سالب 2، ففيه واحد سالب سالب 2، دوم حلو لو ان خطوات كثير، بس يلا عشان ما تلخبطون في الإشارات، خلينا نكبر شويتين عشان ما نصغر حلنا الفاضي، زين؟ هنأدب بس معلش. اللي تحت، واحد سالب سالب 2، سالب واحد سالب 2، واحد سالب 2، صفر سالب صفر، أوكي واو، وهنا بيكون صفر سالب صفر، وهنا بيكون صفر سالب صفر، الله يكثر الأصفار، تمام؟ سالب واحد سالب 2، تمام؟ يب بس، يلا الآن نبسط المعادلة أو اللي كانت عندنا، 2 ناقص 4 سالب 2، 1 سالب سالب 2 بتصير موجب فبتصير 3 هنا، 1 سالب سالب 2 بتصير 3، سالب 1 سالب 2 بتصير سالب 3، سالب 1 سالب 2 بتصير سالب 3، 1 سالب 2 سالب 1، 0 0 0، هذا هو الحل، تمام؟ خلنا ناخذ المسألة الثانية، بس أباخذ مصفوفة معي تحت، أوكي، معليش، يلا. يقول لي find A تربيع، شنو معنى A تربيع؟ هل معناته إني راح آخذ كل الأعداد دي أربعها وخلاص هذا جبت الـ A تربيع؟ غلط. الـ A تربيع في المصفوفات أصلا ما في شيء اسمه تربيع داخل المصفوفات، تمام؟ مو على كيف نربع. إذا شفت A تربيع على طول امسكها غير شكلها. نغير شكلها لوش؟ نغير شكلها الـ A ضرب A، لأن وش؟ لأن التربيع هو تكرار الضرب، يعني 2 أس 3 هي 2 ضرب 2 ضرب 2. فالاي تربيع هي اي ضرب اي، خلاص؟ فراح نضرب المصفوفة هذه بنفسها، خلاص؟ يلا سلف نكرر هذه بدل ما نكتبها من جد وجديد. ويت، اوكي. فاي ضرب الاي، اول شيء هل يسمحون الضرب؟ نشوف الترتيب حقهم. يب يسمحون الضرب، المصفوفة الجديدة راح يكون ترتيبها 3 3، يا عيني، تمام؟ فهنا في شيء لازم نجيب وشيء 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 لازم نجيبه. حلوين؟ ويلا نبدأ نضرب. تذكرون ايش كنا نسوي؟ على طول يا أخي امسك حبة حبة، لو انها خطوات واجد حبة حبة. نجيب أول شيء الفيرست كولوم، فنقول A واحد واحد كم تساوي؟
اي 2 1 كم تساوي؟ اي 3 1 كم تساوي؟ نمشي حبه حبه، ما احنا مستعجلين، ورانا شيء ما ورانا شيء. زين يلا، 1 1 معناته الصف الاول ضرب العمود الاول، تمام؟ فالصف الاول ضرب العمود الاول. يلا نفتح قوس، 2 ضرب 2 نكتبها، زائد 1 ضرب السالب 1، زائد 1 ضرب السالب 1، تمام؟ هذا مجموع كله كم؟ 2 ضرب 2 هي الأربعة، 1 ضرب السالب 1 هي السالب 1، هذه سالب 1، فأربعة سالب سالب 1 سالب 1 سالب 2، فجبنا أول قيمة، تمام؟ أي 2 1 نمسح، الصف الثاني مضروب في العمود الأول، يلا، سالب 1 في 2، زائد 1 في السالب 1، زائد 0 في السالب 1، تمام؟ سالب 1 ب 2 بسالب 2، سالب 1 بسالب 1 بسالب 1، هذا بصفر، سالب 1 وسالب سالب 2 سالب 1 بيسوي لي السالب 3، فهذه قيمة هذا المكان. اي 3 1، اي 3 1 هي الصف الثالث مضروب في العمود الأول، فهذا في هذا، تمام؟ تمام. سالب 1 ب 2 زائد، هنا مضروب في صفر فبيطير يعني ما يهمني، ومضروب في صفر فما يهمني المفروض، لأن الصفر بيطيره، تمام؟ فلنقر وش أمرنا، بس أنت مكتوبة بالاختبار طبعا بالخطوات. سالب 1 مضروب في 2 بيعطيني سالب 2، فهذا الناتج هنا. جبنا أول عمود الحمد لله. يلا نجيب الثاني، فـ A2 عفوا A12 A22 A32 تمام. A12 هو الصف الأول في العمود الثاني، يلا 2 ضرب الواحد زائد 1 ضرب الواحد زائد 1 ضرب الصفر، هذا مجموع كله كم؟ مجموعه 3، فهنا قيمة 3، تمام؟ تمام، نحط 3 هنا، هذه الصف الثاني مضروب في العمود الثاني، فذا في ذا، سالب 1 مضروب في السالب 1، عفوا في الواحد، زائد 1 مضروب في الواحد، زائد 0 مضروب في الصفر. هنا بيصير سالب 1، 1، ف صفر اللي هو هنا، تمام؟ الصف الثالث مضروب في العمود الثاني، فذا في ذا، تمام؟ سالب 1 في الواحد، هذا بيكون صفر صفر، يعني نضرب بالصفر فما في فائدة أصلا نتكلم. سالب 1 في الواحد بتكون بسالب 1، واللي بنحطه هنا. يلا نجيب آخر شيء، أوكي وش القبيحة؟ 1 3 2 3 3 3 اللي هو العمود الأخير، تمام؟ دوم مسائل الضرب ترى سهلة بس مشكلتها خطواتها واجد، تمام؟ 1 3 اللي هو الصف الأول مضروب في العمود الثالث، أوكي العمود الثالث فيه أصفر واجد حيو، 2 ضرب الواحد باثنين، بعدين مضروب في صفر فزاد صفر زاد صفر ما يهمني، 2 ضرب الواحد باثنين فهنا الناتج باثنين اللي هو هنا باثنين، 2 الصف الثاني في العمود الثالث، الصف الثاني في العمود الثالث، طبعا الثالث بيكون ثابت، الصف الثاني هنا سالب 1 مضروب في الواحد زائد صفر زائد صفر لأنه بيكون مضروب في صفر، فسالب 1، 3 في 3 اللي هو ذا في ذا، راح يكون سالب 1 مضروب في الواحد زائد صفر زائد صفر، فسالب 1 في 1 بيكون سالب 1 اللي هو هنا، وانتهينا من المعادلة، تمام؟ فمسائل الضرب دوم بسيطة جدا لكن مشكلتها خطواتها مرة كثير، تمام؟ هنا يقول لي find the determinant of the matrix A، هي نفس اللي كنا نحل فيها تو، راح أحلها في طريقة ساروس، فراح أنقل هذا وهذا يمين، فاثنين سالب واحد سالب واحد 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 صفر، تمام؟ ونحل في طريقة ساروس، فالdeterminant راح يكون نضرب المين دياجونال في بعض، فاثنين مضروب في الواحد مضروب في الصفر زائد هذا واحد ضرب الصفر ضرب السالب واحد زائد
الواحد ضرب السالب واحد بالصفر. تمام. ناقص الدايجونال هذا سالب واحد ضرب الواحد ضرب الواحد، زائد الدايجونال الثاني اثنين ضرب الصفر ضرب الصفر، زائد الدايجونال الأخير واحد ضرب السالب واحد ضرب الصفر. تمام. لاحظ ذا بيطير عشان في صفر، ذا بيطير عشان ذا في صفر، وذا بيطير عشان في صفر، وذا بيطير عشان في صفر، وذا بيطير عشان في صفر. فبيبقى لي الديتيرمنت حقت A تساوي سالب سالب، طبعا هذا مضروب كله سالب واحد، فسالب في سالب يعطيني موجب، فالديتيرمنت راح يكون A. أعتذر إذا الشرح كان ما هو واضح شويتين أو شويتين بارد. أتمنى أني أفدتكم في هذا الشرح. إذا كانت في أي أسئلة زائدة حياكم في جروب المبادرة على التليجرام، اسألوا أو تفضلوا في الخاص. شاكرا لكم.